السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أمريكا تعلن هجوما واسعا لصنعاء بهذا السلاح الفتاك، وإلى التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اندلاع اشتباكات جديدة في البحر الأحمر جراء هجوم واسع لقوات صنعاء على سفنها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة إن سفنها اشتبكت مع 5 زوارق تابعة لقوات صنعاء في البحر الأحمر، مضيفة أن هجوما آخر شنته صنعاء في البحر الأحمر ب3 طائرات مسيرة. أكد البيان أن الزوارق والطائرات المسيرة التي تطلقها صنعاء تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وسفنها والسفن التابعة للتحالف الذي تقوده. غير أن القوات المسلحة اليمنية لم تعلن حتى الآن وبشكل رسمي عن تنفيذها لهذا الهجوم الواسع في البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.